السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في محاضرة جديدة من محاضرات كورس البلانينج باستخدام برنامج بريمافيرا بي 6. في المحاضرة اللي فاتت دخلنا مع بعض الـ WBS الخاص عندنا بمشروعنا، وإن شاء الله النهاردة هنبدأ ندخل الـ Activity List عندنا. هنبدأ بأنشطة الكونكريت إن شاء الله نخلصها خلال المحاضرة دي بإذن الله. تمام، ان شاء الله بعد ما ندخل الاكتيفيتي ليست في المحاضرات اللي جايه نبدا نعمل استيميت بقى للديوريشن واستيميت للريسورسز الخاصه بالاكتيفيتي اللي احنا هندخلها. تمام، هنبدا عندنا اول دبليو بي اس السايت ووركس. تمام، كان عندنا في السايت ووركس ايه؟ اعمال الحفر، اعمال الحفر واعمال الردم. تمام، طيب الاول احنا هنا عندنا لو بصينا كده على اللاي اوت بتاعتنا هنلاقي في حاجات مش محتاجينها زي ال remaining duration مثلا schedule percent complete، فلان هنا ال original duration هو ال remaining duration واحنا لسه في مرحلة ال planning دلوقتي. تمام، طيب خلينا هنا كده نختار ال columns، right click columns ونشيل اللي احنا مش محتاجينه. خلينا كده ايه، نشيل schedule percent complete وال remaining duration. خلي عندنا activity id، activity name، original duration، start finish، total float. تمام، ده اللي احنا محتاجينه في المحاضرة دي. تمام، زي ما اتفقنا ان احنا عشان نضيف اي حاجه سواء اكتيفيتي او دبليو بي اس او بروجكت او كده لازم نكون واقفين على الويندو، وبعد كده ندوس على علامه البلس. هنا احنا واقفين على الاكتيفيتيز، يبقى احنا دلوقتي هنضيف الاكتيفيتيز بتاعتنا. تمام، انت ممكن عندك هتلاقي ظهر لك ويزرد كده، اقفله واشتغل زي ما احنا شغالين، احنا خلاص مدخلين الكالندر ومظبطين كل حاجه. تمام، هنا عندنا احنا كنا واقفين على structure work، لا احنا هنمسح النشاط ده وهنقف على السايت ووركس ونضيف انشطة الحفر والردم عندنا. تمام، يبقى اول نشاط عندنا الاكسكافيشن. تمام، وعندنا في الردم عندنا بنردم على مرحلتين، اول مرحلة ان احنا بنردم على ليفل رقاب الاعمدة، وبعد كده بنصب الجراوند بيمز، وبعد كده بنردم تاني على ليفل الجراوند بيمز. تمام، فاحنا هندخل نشاطين للرد، ما ينفعش نختصرهم هنا في نشاط واحد لانهم مش ورا بعض. تمام، يعني في مرحلتين مختلفتين. تمام، فهنضيف نشاطين للباك فيلنج، اول واحد هيبقى باك فيلنج ات كولوم نيكس ليفل. تمام، وتاني نشاط عندنا هيبقى back filling at ground beams level. تمام، يبقى احنا كده خلصنا ال earthworks او ال site works. تمام، نبدأ نخش على ال structure works وال substructure. عندنا في السبستراكشر اعمال الخرسانه العاديه، عندنا اعمال الخرسانه المسلحه الفاونديشنز، بعد كده عندنا رقاب الاعمده، بعد كده عندنا الجراوند بيمز والسلاب ونجريد. تمام، فخلينا كده ندخلهم ورا بعض. طب لو لاحظت حاجه هنا هتلاقي كل المدد الانشطه نازله 15 يوم، 5 ايام، سوري، نازله 5 ايام معاك، لان احنا اخترنا في الديفولتس ان اي نشاط هنضيفه هينزل الديوريشن بتاعه 5 ايام. تمام، فاحنا مش هنبص على الديوريشن دلوقتي، احنا الديوريشن هنخليها في المحاضرات اللي جايه ان شاء الله نعمل لها استيميشن بطريقه معينه. تمام، هنخش على السبستراكشر، هنضيف عندنا اول نشاط هيبقى البلانك كونكريت. اوكي، طيب هنا هتلاحظ ان انا بحط الانشطه بتاعت الكونكريت عباره عن نشاط واحد بس، يعني مش هنحط بقى، مش هندخل شاترينج ودي شاترينج وبعد كده كونكريت كاستنج والكلام ده والنجاره والحداده، لا احنا هنختصرهم في نشاط واحد لانهم هم كلهم اصلا الانشطه بتاعت الكونكريت معتمدين على بعض. يعني زي مثلا عندنا نشاط سقف الدور الارضي، تمام، عندك نجاره وحداده وصب وعندك الخدمات وعندك الفك بعد كده، فهم كلهم ورا بعض. تمام، فاحنا هنختزلهم هنخليهم نشاط واحد. وعلى فكره ده المعمول بيه في المشاريع الكبيره، لما يكون عندك مشروع كبير او برنامج زمن كبير انت شغال فيه، فبتدخل نشاط الكونكريت عباره عن نشاط واحد بس، او بتدخل الايتم بتاع الكونكريت عندك في البي او كيو
كنشاط واحد بس عشان تسهل على نفسك وما يكونش عندك أنشطة كتير جدا وتتلخبط بقى في العلاقات وكده. لا، خلي الموضوع بسيط، خصوصا ان احنا شغالين في مشروع بسيط دلوقتي، مشروع صغير. تمام. بعد كده عندنا ال reinforced concrete، reinforced concrete foundations. تمام. بعد ال reinforced concrete عندنا ال column next، column next. بعد ال column next عندنا هنعزل بقى. احنا دلوقتي عندنا هنعزل القواعد ورقاب الأعمدة مع بعض، وبعد كده هنردم، ولما نصب الجراوند بيمز هنعزل الجراوند بيمز تاني لوحدها. تمام. فاحنا هندخل نشاط للعزل دلوقتي هنسميه الووتر بروفينج فور فاونديشنز، عشان يبقى شامل الأعمدة، رقاب الأعمدة والقواعد مع بعض. تمام. بعد كده عندنا الردم الباك فيلينج على الكولوم نيكس ليفل، خلاص احنا مدخلينه في ال WBS الخاص بالسايت ووركس. تمام. هندخل بعد كده عندنا الجراوند بيمز. تمام. بعد الجراوند بيمز عندنا هنعزل تاني ووتر بروفينج فور جراوند بيمز. اوكي. بعد الجراوند بيمز عندنا السلاب اون جريد، وده يبقى اخر نشاط عندك كده في اعمال السبستراكشر. تمام. بعد السلاب اون جريد بتبدا تشتغل بقى في السوبر ستراكشر على طول، تطلع بعمدة الدور الارضي، بعد كده سقف الدور الارضي. تمام. خلينا نخش بقى في السوبر ستراكشر، هندخله جراوند فلور كولومز. تمام. بعد كده عندنا جراوند فلور سلابس. اوكي. بعد كده فيرست فلور كولومز، بعد كده فيرست فلور سلاب، دي سلاب بس، وهنا خلي الاف دي كابيتال. تمام. بعد كده ال first floor عندك second floor columns، second floor columns و second floor slab. اوكي. بعد كده عندنا roof floor columns و roof floor slabs. تمام. بعد كده عندنا بيبقى فيه اخر نشاط خاص بالبارابتس. تمام. بارابتس كونكريت. تمام. يبقى احنا كده دخلنا عندنا انشطة الكونكريت ووركس او الاستراكشر ورك، سواء السبستراكشر او السوبر ستراكشر. تمام. خلينا نبص كده عليهم مراجعة سريعة. عندنا هنا الووتر بروفينج والاسلام جريد. طيب هنا في نشاط مهم جدا احنا نسينا ندخله في مرحلة السلاب اون جريد او قبل مرحلة السلاب اون جريد. تمام. قبل ما بنصب السلاب اون جريد، خلال مرحلة الردم او الدفان اللي قبل السلاب اون جريد، بيبقى عندنا نشاط مهم جدا ما ينفعش نتجاهله، اللي هو الدرينج نتورك بتاعت البيت. تمام. شبكة الصرف الرئيسية اللي بتاخد من البيت وبعد كده بترمي على المنهول الرئيسي او المنهول بتاع الوزارة اللي بيبقى في الشارع. تمام. فالشبكة دي بنعملها قبل ما نصب السلاب اون جريد على طول. فعايزين ندخل النشاط ده، يعني هنا ندخله ازاي؟ مثلا هنيجي هنا نقف كده بين الووتر بروفنج والسلاب اون جريد وهندوس على البلس، هتلاقيه نزل تحت السلاب اون جريد. طيب انت عايز تخليه بين الووتر بروفنج والسلاب اون جريد، عندك الووتر بروفنج الاي دي بتاعه A1080. تمام. خلي ده مثلا A1081. اوكي. هتلاقيه هنا طلع بينهم، لان احنا مرتبين الاكتيفيتي اي دي من الاقل للاعلى، في سهم هنا على الاكتيفيتي اي دي. تمام. تمام. وهنقول هنا ان دي نت درينج نتورك بلو سلاب اون جريد. تمام. لان ده نشاط كريتيكال يعني. طيب احنا كده خلصنا الاكتيفيتي ليست الخاصه باعمال الكونكريت. تمام. ان شاء الله نكمل الاكتيفيتي ليست في المحاضرات اللي جايه لاعمال التشطيبات واعمال الالكتروميكانيكال.
أشوفكم المحاضرة الجاية. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.